صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: المرأة إذا سافرت مع ابن أخيها ومعها بناتها وهي معهم، المرأة تقول أحسن الله إليكم: المرأة إذا سافرت مع ابن أخيها ومعها بناتها، فهل هي تعتبر محرم لهم أم يجب أن يكون مع البنات محرم كأبيهم أو أخيهم؟ إذا كانت البنات صغيرات فلا بأس، ما يشترط لهم محرم. أما إذا كانت بنات بالغات فلا بد من المحرم، ولا يكفي أن يكون معك أنت محرم وهن ما معهن شيء. وش السؤال؟ تقول أحسن الله إليكم: إذا ذهبت مع ابن أخيها ومع ابن أخيها، هي عمته يعني، أي نعم، ومعها بناتها، أي بناتها أجنبيات من ابن أخيها، فلا بد من محرم لهن. نعم.